أخبار اليوم. لا مهمة جدا، مهمة جدا. أولا أنت تستعيد ثقة العالم الخارجي، سواء كان العالم السياسي أو الأوساط المالية والاقتصادية، وده مهم جدا. وأعتقد إنه البرلمان وإقامة الحياة الديمقراطية كان شرط من شروط الأوساط الاقتصادية والمالية والسياسية في العالم لكي يستعين الثقة في الاقتصادية والسياسية. فالخطوة اللي احنا مقتنين عليها ومقتنين عليها ما فيش شك انها خطوة مهمة. تأثير وجود برلمان على القرار الاقتصادي والقرار السياسي اعتقد انه تأثير ايجابي للغاية. نحن في حاجة الى الاستماع الى الآراء المختلفة، نحن في حاجة الى ان نوزن ما بين الاقتراحات المختلفة، سواء نتكلم عن اقتراحات قوانين او حلول للمشكلات الاقتصادية والاجتماعية والسياسية المتنوعة. واعتقد شيء مهم، والحقيقة انا شخصيا سعيد وانا جاي النهارده لانه بنستكمل الخطوة الثالثة لخريطة الطريق. كم كنت اريد ان ارى زحاما اكبر واقبالا اكبر ومشاركة اكبر في بناء الوطن، لان احنا بنبني النهارده الوطن، ونحن في حاجه للاستماع الى كافه الاراء. استاذ، هل التحدي الاقتصادي هو التحدي الاوحد اللي بيواجه البرلمان القادم؟ لا اعتقد انه ما تقدرش تفصل ما بين المشكلات الاقتصاديه والمشكلات الاجتماعيه والمشكلات السياسيه. نحن في حاجه الى مواجهه كل هذه المشكلات في آن واحد. لا نستطيع ان نعطي اولويه دي قضية على وأرجو إنه البرلمان القادم يكون على مستوى المشكلات زي ما قلت المتراكمة والمتفاقمة. بس يعني إحنا بنبني الوطن، والمستفيد الأكبر وصاحب المصلحة الكبرى والأكبر هم الشباب، ولذلك يجب أن يشاركوا، يجب أن يدلوا برأيهم، ويجب أن يعني يشاركوا في بناء هذا الوطن الذي نسعى إليه. ومرة أخرى نحن نسعى إلى إقامة دولة مدنية ديمقراطية عادلة. حضرتك كنت وزيراً سابق للسياحة، كيف تعبر مصر الأزمة اللي احنا فيها دلوقتي؟ لا الحقيقة احنا بنرتكب أخطاء كثيرة جداً، وأعتقد أنه العبور نحو المشكلة السياحية هو استعادة ثقة السائح الأجنبي والدول الأجنبية المتحضرة للسياحة. وهذه الثقة لن نستعدها إلا لو أقنعناهم أن احنا قادرين على ضمان سلامة السائح، وبالتالي حفظ أمنه بإجراءات أمنية صارمة، سواء كان في المطارات أو في غير المطارات. وأعتقد أن يجب أن نكف أن نحدث أو نتحدث إلى الداخل ونكلم بعضنا. الحديث يجب أن يوجه إلى الخارج، ويجب أن يكون حديثا علميا مقنعا. وأنا بقول أن يجب أن ندعو الوفود الأمنية من الدول المصدرة للسياح لكي يقفوا على الواقع، لكي نستمع إلى آرائهم ونستمع إلى اقتراحاتهم، وناخذ هذه الاقتراحات مأخذ الجد. يجب أن نحترف أنه عندنا تقصير، أرادنا أم أبينا عندنا تقصير.